السلام عليكم. اليوم رانا في واحد المكان جميل جدا وما يسمى بدرب السياح، المتواجد في أغماق وادي الرمال، يعني في ما بين الصخور والشلالات، يعني في وسط في قلب قسنطينة. وهذا المكان الرائع الذي أهمل منذ الاستقلال ومهمل يعني في الحقيقة، هو يعتبر أفضل وأجمل و يعني أجمل مكان قد يوجد في الجزائر، وحتى من بين أفضل يعني المواقع السياحية في العالم. وهذا المشروع، هذا الدرب السياح هذا، يعني يعود تاريخه إلى عصور غابرة، يعني عند عهد منذ أن بنيت قسنطينة. يعني كان المشروع قديم، هذا المكان هذا قديم جدا. الطريق هذه، وهنا نشاهد الآثار الرومانية أظن أو فينيقية أو نوميدية، ما لا التي يعني كل هذه الأماكن هنا على طول الطريق هذا تاع السياح، نشاهد آثار نتاع التاريخ هنا في هذا المكان الجميل وسط الشلالات والجسور من فوق. شيء رهيب يعني. احنا ننصي انا يعني مذهل، يعني كيفاش السلطات يعني بعد ما قررت في 2014 احياء هذا المشروع وتهيئة الطريق هذا، ظل المشروع هذا مهمل والطريق مهمل وقسنطينة مهملة. شيء والله العظيم تندى له الجبين، يعني خاصة أن قسنطينة لو طاحت في ناس اللي تعرف ما معنى التاريخ والحضارة، يعني موقع سياحي كما هذا يجيب قادر يجيب مداخيل يعني لا تعد بالنسبة للبلدية نتاع قسنطينة. وثاني لمع الصورة نتاع الوطن نتاع البلاد. احنا الآن البلاد كما هذه لا نحتاج إلى يعني إطارات وهكذاك بدون روح. الجامعات راهي تخرج يعني لي ديبلومي بالآلاف. احنا نحتاج إلى ناس انتاجر. الانتجريتي هي أكبر وأهم خصية يعني التي لا تتوفر في المسؤولين نتاعنا الآن. لازم يكونوا عندنا إطارات مخلصين للإخلاص، الإخلاص للوطن، الإخلاص للتاريخ، الإخلاص لهذا الشعب. لازم نوقف على المصالح نتاعنا في أي مكان، في كل مكان لازم نوقف على المصالح نتاع الشعب هذايا، ونقوم المهم لازم كما يعني مشروع كما هذا ما حابس منذ الاستقلال، يعني شيء غير مفهوم، يعني شيء رهيب. المهم هو أنه الأسبوع هذا بعدما كان المشروع هذا برمج في 2014 واستهلك أموال كثيرة، أعيد إحياؤه في هذه الأيام القليلة الماضية، وتقرر تكملة الدراسات اللي حبست بفعل فاعل أظن. دراسات استهلكت أموال، ثم المشروع وضع في الأدراج النسيان. أنا نقول لكم يا جماعة، اللي ما يعرفش الخدمة واللي ما يحبش الخدمة هذه وخروا، خلوا الناس اللي تحب تخدم. أنا في رأيي مشروع كما هذا أعطوه للصينيين. انا تفكرت التجربه نتاع الصينيين يعني في هذا الميدان. هما الصينيين داروا مشاريع سياحيه نتاع دروب كما هكذا ومناطق في وسط الجبال بين الشلالات، وداروا دروب على ارتفاعات شاهقه ومخدومه بالزجاج، تمشي فوق الزجاج، يعني شيء قادرين عليه. اعطيوها للصينيين يخدموا، اعطيوها للصيني. انتم يعني اظهر باللي ان يعني السياحه يعني الصيانه تاع الاماكن السياحيه ما هوش البوان فور نتاعكم، خليوه للناس اللي تعرف هذا الاخر. بالاكيد يعني مهما كلف هذا المشروع في النهايه كي تخدم بطريقه جيده
وحسب معايير دولية وتكون معايير السلامة وفي كل شيء، راح يدير بأموال كبيرة للبلدية تاع قسنطينة. تصور لو كان يعني مثلا نديروا التحويسة الدخلة، نقولوا الدخلة تكلف يعني مثلا 100 دينار، 50 أو 100 دينار للشخص يدخل يعني التحويسة، انت يدير التحويسة نتاعو هنا في الدرب السياحي هذا. كم هي المداخيل اللي راح تدخل البلدية نتاع قسنطينة في اليوم الواحد؟ حبسونا من هذا التفلسيف والتخنتيش يعني والتخصفيط هذا في التسيير. أعطيوا المشروع للصينيين وخليهم يخدموا ويكملوه إن شاء الله، وإن شاء الله يكون فيها خير من المستقبل. والسلام عليكم. راح راح